ازيكم؟ الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على السيفيهات، النهارده هنتكلم على السيفيهات وهي الخطوه الاولى، وهقول لك على خمس نصايح تاخد بالك منهم. دلوقتي بما ان السي في جهز هنقول برده خمس نصايح ازاي تقدم على شغل. النصيحه الاولى، هتبتدي تتكلم مع مديرينك السابقين، الناس اللي اشتغلت معاك وعارفاك وعارفه مميزاتك وعارفه عيوبك. تبتدي تكلمهم وتقول لهم انا بدور على شغل والسي في بتاعي جاهز. هتبتدي تكلم دكاتره الجامعه للخريجين الجداد، هتبتدي تكلم اصحابك، هتبتدي تكلم قرايبك، الدايره القريبه منك اللي تعرفك وتعرف انت شاطر في ايه. هتبتدي تكلمهم وتبتدي تقول لهم ان انت جاهز، ان انت بتدور على شغل وانت جاهز بسي في جديد. مش هتبعت لهم السي في غير لما هم يطلبوا منك تبعت السي في او يقولوا لك ان في شغلانه متوفره. طيب بعد ما كلمت الدايره القريبه منك، هتبتدي بقى تخش على الصفحات بتاعه اللينكد ان مثلا، موظف، واللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، او تبتدي تشوف الدايره الاكبر شويه وتبتدي تشوف مين الناس اللي بتدور على شغلانات. مش هنبعت سيفيهات يا جماعه غير لما نبقى عارفين ان في حد بيدور، فانا مش هفتح لينكد ان وابعت لكل معارفي كده نظام الشبكه ارمي في كله وشوف مين هيلقط. لا، انا هبتدي اشوف مين الناس اللي بتدور على شغل وابتدي ابعت لهم. نقطة تانية، لما اجي ابعت لشغلانة هبعت لشغلانة اكون انا قريت المينيمم ريكويرمنتس بتاعتها، يعني ما بقاش انا ابص اشوف ان الشغلانة دي مش محتاجة اي حاجة من اللي عندي وبرضه اقول ايه يلا قدم وخلاص جايز حاجة ترشق. الكلام ده بيبوظ شكلك قدام ريكروترز كتير جدا وقدام ناس في الاتش ار ممكن يحتاجوك في شغلانات تانية. طيب للخريجين الجداد وللناس اللي هي خلاص غطت، انا بعت لكل معارفي وقلت لهم ان انا بدور على شغل وبدات فعلا ابلاي لشغلانات انا عايزها، طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ ابتدي بقى افتح حوارات مع ناس على لينكد ان او على ناس على السوشيال ميديا. ابتدي اكتب مثلا، حد لقيت حد انت مثلا بتدور على التسويق، لقيت حد كاتب ارتكل حلو على التسويق، ابتدي اقول له والله انا مهتم قوي بالمجال ده وعندي فيه افكار كذا كذا كذا. افتح معاه حوار، ابتدي اعمل معاه كده ايه تسخين، وما تبعتلوش على طول انك انت عايز شغل. هيبتدي هو يعمل معاك حوار، ممكن مثلا يرد عليك، ناس كده مش هترد عليك، واحد ممكن يرد عليك يقول لك والله الافكار انت بتقولها دي حلوه. ممكن ترد تقول له مثلا انت تعرف لو في مكان بيدور على حد يكون مثلا متخصص في التسويق، انا بشتغل في كذا كذا، انا بشتغل في مبيعات وعايز احول التسويق. ابتدي اعمل حوار، بس الحوار مش هو ايه انا بدور على شغل، لا، الحوار تبتدي تتكلم معاه في مجالك الاول كانك بتعرض نفسك كده بطريقه شيك كده وبتقل، وبعد كده لما الشخص ده يبتدي يتكلم معاك هتبتدي تقول له ان انت بتدور على شغل. النصيحه الرابعه، ابتدي قدم على حاجات بتحبها او حاجات شبه الحاجات اللي بتحبها، يعني ما تبقاش شويه ايه غلس ان انت مثلا عايز تقدم في حاجه معينه او في اداره معينه، ما بقدمش غير في الاداره دي، لا، انت ممكن تقدم في اداره مشابهه ليها. هرجع تاني لمثال التسويق عشان انا خلفيتي تسويق، انت مثلا مهتم بالتسويق، ممكن مثلا تابلاي في شركه في المبيعات، في حاجه ليها علاقه مثلا بشركه دعايه واعلان، فهتقربك شويه من مجال التسويق اللي انت عايز تشتغل منه، فخليك شويه مفتوح، مخك مفتوح. في شركه مثلا عجباك جدا او المجال بتاع الشركه ده عجبك جدا، ابتدي ابلاي في شغلانه ثانيه في الشركه دي، جايز تقدر تعمل انترنال ترانسفير جوه الشركه دي، فخلي مخك منفتح شويه لان انت تقدم في اكتر من حاجه. في ناس هنا انا عارف هتقول لي هو اصلا في شغل وكل الكلام ده، انت هتركز على اللي في ايدك وهتركز على الحاجات دي وهتلاقي بعد كده ان شاء الله في مجالات بتتفتح لك. النقطه الخامسه وهي نقطه ذهبيه، وانت بتدور على شغل ساعد غيرك بيدور على شغل. ما تفتكرش ان انت عشان لقيت شغلانه يبقى خلاص لازم تحوط عليها وما تجيبش فيها لحد، ناس كده جدا هتعرف، فساعد ما انتش عارف في الاخر الخير فين ولا النصيب فين. فانت لما هتساعد حد في ان هو يلاقي شغل، جايز ربنا يبعت لك حد تاني يساعدك في ان انت كمان تلاقي شغل. يبقى خلاص احنا الحلقه الاولانيه اتكلمنا على السيفيهات، الحلقه الثانيه النهارده اتكلمنا على هتقدم ازاي، الحلقه الثالثه هنتكلم على الانترفيوز. استنونا، ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب لاونست كونتنت، وما تنسوش ان انتوا تعملوا شير للفيديو ده عشان ناس كتير ممكن تستفيد منه، والحاجه الثالثه ما تنسوش تعملوا فولو للبيج بتاعتي الخبره بتقول مع محمود مصطفى. شكرا.